مرحبا بكم، انا نزار شعري بي دي جي دو تونيفيزيون جروب. فرحانين برشا نكونوا مع لاجونس ايسبرغ ان شاء الله من لو 27 لو 28 نوفمبر في واحده من اكبر التظاهرات اللي تختص بالاعلام والتسويق والاشهار في تونس، تونيزيا كوميونيكيشنز ديز. في النهارين هذوما باش يكون لقاء مع عدد كبير من لي بروفيسيونيل تاع دومين دو كوميونيكاسيون في تونس، نحاولوا نحكيوا على الديجيتاليزاسيون، لا ترانسفورماسيون اي تو سكي سباس اوجوردي دو ابجريدينغ اذا صح التعبير في الميدان نتاعنا. ان شاء الله انا بيرسونيلمون نكون معاكم لو 27 في ان بانيل سبيسياليزي في ترانسفورماسيون ديجيتال في الدومين دو ميديا كوميونيكاسيون اي ماركتينغ. دونك سويي نومبرو، كونوا حاضرين معنا واكتشفوا سيستم جديد، خاصه خذوا الفرصه بور فير ان ماكسيموم دو نيتوركينغ مع الناس البروفيسيونيل في الدومين هذا. دونك نستناكم لو 27 لو 28 نوفمبر ان شاء الله، وان شاء الله نعبدكم تبدا حضره معنا. ميرسي بوكو.